السلام عليكم، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. هذه الموصلات البلاستيكية هنا، هذه الموصلات هنا البلاستيكية تكون كما يمكنكم أن ترون هي ذات حواف مذهبة. لاحظ، هذه كلها خطوط ذهبية تنقل الإشارات الإلكترونية ما بين الشاشة، هكذا شاشة مثلا اللابتوب، الهاتف، الكمبيوتر المحمول، أو بعد الهواتف. هذه ما الذي يفعله بها مستخلص الذهب؟ هذه لا يضعونها لا في حمض النيتريك ولا في أي شيء، لأنها ضعيفة وسوف تذهب كل تلك القشور ولا يمكن جمعها. هذه سهلة معالجتها، هذه يقومون بقصها هنا بالمقص الحافة المذهبة فقط، وعندما يتجمع منها الكثير يقومون بصهرها وإذابتها، وإذابتها خصوصا في كأس البوتقة الحديدية أو بموقد بنس الذي بنسن الذي يعطي اللهب، ولكن بحذر حتى لا تتطاير. لماذا؟ هنا ذهب خالص، ليس هناك إلا بعض البلاستيك، بحذر، وذلك البلاستيك سوف يتبخر شيئا فشيئا. إذا هذه لا يتم وضعها لا في حمض النيتريك ولا أي شيء، هذه سهلة، قم بتجميعها لوحدها. مع مستقبل الأيام سوف تتجمع لك. ها هي التي تكون هنا في هذه شاشة اللابتوب، شاشة كمبيوتر محمول. ها هي تكون ما بين شاشة الهاتف كمبيوتر محمول اللابتوب، وما بين مكونات الكمبيوتر. وسوف أقوم إن شاء الله بتفكيك كمبيوتر محمول لأريكم أين توجد هذه، ولكن الغالبية يجدها. هذه قم بإذابتها، عندما تتجمع الكثير قم بصهره، وعوضا عن وضعه في حمض النيتريك لأنه فقط سوف يتلف. ولكن هذه فقط، لأنه ليس هناك معيقات كبيرة يجب إذابتها بحمض النيتريك أو في الخل مع الملح مثلا كالنحاس الكثير وغير ذلك. هذه جاهزة، لكن شريطة أن يكون هناك الكثير منها، والطريقة كما قلنا صهرها جيدا والتأكد من ذهاب كل البلاستيك وتبخره واحتراقه، وتجميع ما تبقى من الذهب في كرة واحدة إن شاء الله تعالى. هناك أيضا إخواني أخواتي قصة أريد أن أحكيها لكم. مثلا الذهب خصوصا هذا الذهب المستخلص من الإلكترونيات لا تركز على مثلا الكمال فيه إلى درجة تجعلك لا أنت بنتيجة يعني جيدة ولا بعمل قمت به. هناك من يرى في الفيديوهات الكثيرة المنتشرة على اليوتيوب أنه يجب أن يقوم بمرحلة كذا ثم بمرحلة كذا ثم بمرحلة كذا إلى أن يصل إلى ذهب 24. لا، تلك العملية قم بها بالذهب الذي تحفظه لنفسك وبكميات قليلة ومن وقت لآخر وشيئا في شيئا حتى تتقنها، لأن غالب القوم والأصدقاء يفشلون في مرحلة ترصيف الذهب حتى ولو كانوا خبراء. هذه يعني هذه أزلها من بالك، يعني ضع هناك احتمالية الفشل الكبير، وكذلك وبذلك تضيع النتيجة. ماذا قال لي الأشخاص الذين أعرفهم وكانوا يعملون في أوروبا بالخصوص وغيرها، كانوا يعملون في هذا الميدان؟ استمع إلى هذه القصة فسوف تريك كيف أن يجب أولا أن تحصل الأموال وبسرعة، والأشياء التي سوف تتقنها، يعني ليس العمل الذي سوف تبيعه وتقبض فيه المال أنك لا تتقنه، لا، سوف يتقنه من سوف يكمل عليه، لأنه أصلا سوف يشتريه منك بثمن أقل. أما أنت حتى لا تقع في فخ الضياع
مثلا احتفظ بالطريقة كيف تجعل الأشياء متقنة لنفسك الشيء لنفسك شيئا فشيئا، أما العمل فقم بهذه الطريقة. المهم كانوا يجمعون هناك المادر بورد، البوردات الخاصة بالهواتف مثلا الهواتف وأشياء أخرى. ماذا قال لي أولئك الأصدقاء؟ قالوا لي لكي نقوم باستخلاص الذهب منها بسرعة وبيعها، كنا نقوم بجمعها كلها مرة واحدة، ونظرا لأن حمض النتريك هناك في تلك البلاد كان غالي جدا، وربما تكون هناك بعض الصعوبات أيضا. انظر إلى الذي يريد أن يعمل، كانوا يذهبون إلى مثلا ليس مثلا إلى بالمؤكد إلى مكان بيع المواد الفلاحية، هناك كانوا يشترون أحد المواد الكيميائية التي تستعمل في النباتات لحماية النباتات وغيرها وبعض المنظفات أيضا، وكان فيها مقدار من حمض النتريك، مثلا تجد مكتوب هناك 37 من حمض النتريك في المئة من حمض النتريك، أو 20% أو 30%. لماذا؟ ذلك لمواجهة صعوبة التحصل على حمض النتريك، كونه غالي الثمن، كونه غالي الثمن أولا في تلك البلاد. السؤال لماذا غالي الثمن؟ وثاني شيء حتى لا يقع مثلا في عدم العمل يجب أن يعملوا، وذلك كانوا يضعون تلك المواد الخاصة بالفلاحة، هي مواد كيميائية خاصة بالمغروسات الفلاحية والتنظيف، المهم فيها نسبة من حمض النتريك، يضعون فيها تلك البوردات. قال لي الصديق وكاننا ننتظرها حتى يعني تتحلل شيئا فشيئا، ثم نجمع تلك القشور فقط بالغربال أو تلك التي تستعمل في الأطعمة، وتلك القشور هكذا رغم أنها متسخة ببعض الشوائب فيها، ونذيبها في كرات صغيرة ونبيعها على أساس. كان صاحب المختبر يتعجب كيف أننا نعمل، كان صاحب المختبر يتعجب كيف أننا نعمل ونتكسب ونكسب هذا الذهب، ويقول كيف تصنعون وتأتونني بهذا الذهب، هكذا كان يقول كيف تأتونني بهذا الذهب، لدرجة أنه فيما بعد وثق بهم ووظف بعضهم معه في محله، وهذه قصة واقعية وحقيقية ليست مزاحة غير ذلك، وكانوا يبيعون له ذلك الذهب. قال لي الصديق كنا نبيع له على أساس أنه ذهب 14 فوق 14 قليل مرة 10، المهم ذهب كان ذهب، وكان هو يكمل عمله. لماذا أقول لكم هذه الحكاية؟ لكي تعلم أنه الآن نحاول كشط هذه القشور وهذه المكونات والطلاءات الذهبية، واجمعها أولا و ضعها في حرارة يعني قوية واجمعها لنفسك، وعندما تكون معارفك الخاصة يمكنك أن تبيعها على أساس أي عيار هي، وفي كل مرة وفر، هذا إن كنت هاويا أو مبتدئا أو غير ذلك، وفي كل مرة وفر شيئا في شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تتعلم المرحلة الأخيرة التي هي صعبة، وهي تحليل الذهب في الماء الملكي ومن ثم ترصيبه مرة أخرى ورفعه إلى عيار 24، رفعه إلى عيار 24 حتى لا يعني تتأخر في عملك. أرجو أن تفهموا ما يعني ما هو المقصود، يعني عملية استخلاص الذهب من الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الإكسسوارات أو أي شيء هي سهلة وصعبة في نفس الوقت، أو ما يسمى بالسهل الممتنع، فقط يعني تلزمك بعض المعارف لكي تبيع ذلك الذهب وفقط. وكذلك يا اخواني اخواتي، من يحتفظ بذهبه عيار 24 مثلا وتعلم جيدا كيف يسقط ذهبه من الماء الملكي وغير ذلك، عليك ان تنسج علاقات وتذهب الى المختبر، مختبر عيارة الذهب، وتحكي له عملك، لانك انت تعمل عمل طبيعي عادي لنفسك هاوي، وتقول له بأنني أريد أن أطبع ذهبي أو أضع عليه الطابع الذي هو يثبت صحة ذهبك وعياره، ويقومون بدفع بعض الرسوم، وهكذا يكون لك ذهب بأوراقه والطابع الخاص به. إذا ما أهمني هنا هو أن أريكم ماذا تفعلون بهذه،
الموصلات الرطبة هذه التي ليست فيها شوائب كثيرة. وهذه القصة التي كان يفعلها هؤلاء الأصدقاء، وجلبت ثقة المختبر الذي كانوا فيه لدرجة أنه وظف بعضهم معه. إذن شكرا إخواني أخواتي، إلى اللقاء.